انتوا ايه بقى الكلام اللي يعكنن عن نفر على الصبح ده؟ راوده كل شويه تسالني تقولي بابي راجع امتى من لندن، والجحش التاني ده مش عايز يتكلم معايا خالص في الموضوع ده. ولا انا عايز اتكلم. يلا ولعوا انتوا الاثنين، انا مش فارق معايا غير راوده. وعلى فكره انتوا لازم تلاقي لكم طريقه انتوا الاثنين تتعاملوا فيها مع بعض وبسرعه. يا اخي ما تفكر في مشاعر الناس زي ما بتفكر في مشاعرك. في ايه؟ مستكتر علينا كام شهر متاقلم على الوضع الجديد بعد الطلاق، وانت نفسك بتعيط على حدوته بقالها 10 سنين خلصانه. استنى ما تجيش قطر كده، حقك عليا. انت عندك حق. انا على طول عندي حق. بقول لك ايه؟ كلمي امينه كده شوفي هتعمل ايه عشان لو كده نيجي نتغدى معاها. كان لازم يصحوا من النوم ما يلاقونيش. كان لازم اهرب. لو كنت شفته تاني بعدها وكلمني بنفس الحنين ده كنت هضعف. عمري ما حسيت مع اي حد اللي بحسه وانا معاه. وحاولت اضحك على روحي واوهمها اني ممكن بعقلي اعرف واحد من ديني واتجوزه، بس كنت هبقى بغلط اكتر. غصب عني مش عارفة انسى. اصلها مش زراير هندوس عليها نلاقي روحنا نسينا حد وعرفنا نحب حد غير. يا ريتها كانت كده. خلصت دراستي ورجعت. ليه؟ الناس هنا مفيش زيهم في أي مكان في العالم. عندهم باشن غريب. أنت عارف أيوه في سويسرا الحياة أريح بس مملة. بس أنا هنا عمري ما زهقت. أيوه بس الناس هنا مش سايبة حد في حاله. ولا أنت رأيك إيه؟ نو، صدقني أنت اللي بتفرض على الناس طريقة تخليهم يعاملوك بيها مش هم. ياد تعالى رقصني يلا. زي ما بقول لك كده يا معلم، فص مات قدامي، حتى نادين بكلمها في التليفون ما بتردش عليها. هتجنن. مساء الخير يا مستر عبد الله. مساء الخير يا ايمن. مساء الخير يا مستر فهد. احنا هنقعد على البار. اذا كان كل ده اختار حاجة يا مستر عبد الله. تخيل الصليب اللي انا صممته لك لسه لابسه. شكرا يا مستر عبد الله. فودكا 7 هات لي بلاك اون دروبس. بقول لك ايه؟ انا درينك واحد وهروح. انت واد مالك بقيت ايتم كده ليه؟ انت عارف احنا بقالنا قد ايه ما سهرناش سوا مع بعض؟ فريده الريدي وجوزها اياد الورداني. ايه ده؟ فريده الريدي بالليل حاجه تانيه خالص. انا هروح اسلم عليها هي وجوزها. وانت المفروض تيجي معايا، دي زبونه تقيله مش مره من قراضيشه. يلا اتفضل يا بص. اتفضل. ازيك يا عبد الله؟ هي فيينا بتحلي الناس قوي كده. ميرسي. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ياد اياد الوهداني جوزي. اه طبعا مستر اياد غني عن التعريف. فادي الباشمهندس عبد الله يونس. شفت لك شغل هايل في الجونة عند حفني زهار. مش انت اللي عملت البيت؟ تمام. عشان كده انا اخترته يعمل لنا المشروع الجديد، بس هو بقى مش فاضلنا. بيصور بقى كتير ستار. ونجوميتي تيجي جنب نجوميتك يا دكتور. ميرسي يا باشمهندس. لا انت تجينا المكتب المره الجايه اكيد النجم مش هيكون بيصور. ما بحبش اتكلم في الشغل وانا شاربه. يبقى كلمني ونتفق على ميعاد. معايا بالظبط بالظبط كده. تشيرز تشيرز.